السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. ان شاء الله معانا صيانه النهارده في جهاز بلاي ستيشن 5، وانا فاكك الجهاز وبدات ان انا اخد بعض القياسات بتاعتي من على الجهاز، وان شاء الله باذن الله كل الكلام ده كله هنشرحه دلوقتي، ولكن انا فاكك الجهاز عشان بس نوفر فيه وقت الفيديو. وصراحه الجهاز ده كان ليه تاريخ معانا بالنسبه لي عمليه الصيانه قبل كده، واشتغل الجهاز مع صاحبه اسبوعين، وبعد كده رجع الجهاز فصل بنفس التفاصيل اللي كان فاصل بيها قبل كده، والكلام ده كله هنشوفه دلوقتي، تمام؟ ولكن قبل الجهاز ما يجي لنا او قبل ما نعمل عمليه الصيانه السابقه ليه، الجهاز ده كان عند اكتر من محل، وحرفيا حرفيا الجهاز كان متدمر. الجهاز كانت مشكلته اللي اشتغلنا عليها قبل كده في شريحه الرامات، وتحديدا الرامه رقم 8، ودي تقريبا كانت المشكله الوحيده اللي في الجهاز، ولكن الجهاز جاي لي كان في البار سبلاي بايظ، كان السكوتات اليو اس بي مش موجوده من على البورده، متشاله من على البورده، كمان حتى الهولدر اللي بيركب على المعالج اللي تحت السنك ده ما كانوش موجودين، وكمان كتير جدا من المسامير كانت ناقصه في الجهاز، فالجهاز كان متدمر حرفيا. والحمد لله بفضل الله قدرنا ان احنا نصلح كل المشاكل دي ونشغل الجهاز، ولكن طبعا الكلام ده كان على حساب التكلفه العاليه بالنسبه للعميل، تمام؟ وبعد ما خلصنا عمليات الصيانه بتاعتنا بشكل كامل واختبرنا الجهاز بشكل كامل، سلمنا الجهاز للعميل، وبعد اسبوعين رجعت المشكله بتاعتنا نفس المشكله في الجهاز، تمام؟ طيب خلونا نشوف مشكله الجهاز. فانا بس هنوصل الاول الباور بتاعنا ونبتدي ان احنا نشغل الجهاز. انا هحاول بس ان انا اجيب لك الليد الخاص بالجهاز اللي بيظهر معايا في المنطقة دي، وهنشغل الجهاز. زي ما احنا شايفين الجهاز تقريبا اشتغل ثانية او ثانيتين وفصل تاني، وهي دي المشكلة اللي كان جاي بيها الجهاز في الوقت السابق، طبعا بعد تغيير الباور سبلاي، لان الجهاز كان جاي فاصل باور بشكل كامل، لان الباور سبلاي اللي كان جاي لي في الجهاز كان محتاج ان هو يتغير، تمام؟ خلونا بس نجرب المشكلة دي مرة تانية. زي ما احنا شايفين الليد الازرق بتاع الجهاز اشتغل تقريبا حوالي ثانيتين وبعد كده فصل بشكل كامل، تمام؟ طيب في المشكله السابقه احنا حددنا العطل بتاع الجهاز عن طريق اليو ارت كيت اللي هي موجوده معايا دي، وطبعا اليو ارت كيت دي كل الناس اللي شغاله في البلاي ستيشن عارفه التفاصيل بتاعتها، ان انت بتلحم ثلاث اطراف على المذر بورد بتاعتك، الجراوند والكلوك او الار اكس والتي اكس. طبعا الار اكس والتي اكس، الار اكس هنا بيكون هو التي اكس هنا، والتي اكس هنا بيكون هو الار اكس هنا، فانت بتلحم الثلاث اطراف بتوعك على النقاط دي، وهنشوف النقاط دي بالتفصيل دلوقتي من خلال السوفت وير اللي احنا هنشتغل عليه، وعن طريق البرنامج اللي احنا بنشتغل عليه او السوفت وير بيبدا اليو ارت بتاعتنا تتواصل مع الشيب بتاعنا او الساوث بريدج وتاخد اكواد منه. الاكواد دي بتبدا ان انت تدخلها في موقع، او حتى من خلال البرنامج نفسه بتبتدي الاكواد دي بتقول لك نوعا ما المشكله بتاعتك ممكن تكون فين. طبعا مكتبه الاكواد دي بتتحدث بشكل مستمر، وبالتالي الاداه دي مهمه جدا جدا بالنسبه للناس اللي بتشتغل في البلاي ستيشن سواء الفور او الفايف، وبتوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا، وحتى في بعض الاعطال انت صعب جدا ان انت تكتشفها من غير الكت اللي هي الخاصه باليو ار. طبعا احنا لحمين الاطراف بالشكل الصحيح بتاعها، ودلوقتي هنبتدي ان احنا ننتقل للسوفت وير طبعا بعد ما نوصل الكت ونشوف الكود اللي هيظهر معانا، تمام؟ طيب ده السوفت وير بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، وطبعا السوفت وير تقدر تحمله من على الجيت هاب، البرنامج مجاني بشكل كامل. هنختار هنا السوني والبلاي ستيشن 5. طبعا نقاط التست بوينت اللي احنا هنشتغل عليها برده موجوده معاه في البرنامج، لو ضغطنا هنا هنلاقي ان دي نقاط التست بوينت اللي احنا هنشتغل عليها بالنسبه للاطراف التوصيل بتاعتنا على اليو ارت، وطبعا بتختلف من فيرجن للتاني، يعني احنا هنشتغل على النقاط دي لو الفيرجن بتاع المذر بورد بتاعتك اي دي ام 010 او اي دي ام 020، تمام؟ لو نزلنا تحت شويه هنلاقي دي نقاط التست بوينت الخاصه بالاي دي ام 03 والاي دي ام 04، دي نقاط التست بوينت زي ما احنا شايفين، تمام؟ طيب لو جينا بقى للبورده بتاعتنا، طبعا البورده بتاعتنا هي 010 على ما اتذكر، وبالتالي دي نقاط التست بوينت بتاعتنا. في النقطة الأولى دي هنوصل طرف الجراوند الخاص باليو ارت، النقطة الثانية دي هي التي اكس الخاص بالبوردة، ولكن أنا لازم أوصله بالار اكس بالنسبة لليو ارت بتاعتك، والار اكس بالنسبة للبوردة هتوصله حضرتك بالتي اكس بالنسبة لليو ارت بتاعتك، تمام؟ خلونا نبتدي إن احنا نوصل اليو ارت بتاعتنا. دلوقتي اليو ارت المفروض إن هي قرت على الجهاز،
وبالتالي هنلاقيها ظهرت معايا في المنفذ بتاعي. طبعا انا موصلها هنا، اتوصلت معايا جت على الكم رقم 6. ممكن تختلف من جهازي لاي جهاز تاني على حسب الكم اللي حضرتك موصل عليه. تمام، اول حاجة نبتدي ان احنا نعملها، هنعمل كلير للوج نفسه بشكل كامل عشان نبتدي ان احنا ناخد الاخطاء من اول وجديد. تمام، هنبتدي ان احنا نضغط ران، وبعد كده لازم طبعا نوصل الجهاز بتاعنا بالباور. هننتظر بس شوية لعند ما الكود بتاعي او اللوج بتاعي يتمسح، وهو هنا قال لي كليرنج لوج اوكي، وبالتالي معناها ان احنا مسحنا اللوج بشكل كامل. تمام، لو جينا قرينا دلوقتي الاكواد بتاعتنا بعد ما مسحنا اللوج، يعني على سبيل المثال انا هختار الريد ايرور كود وبعد كده اضغط ران، هلاقي ان الكود اللي ظهر لي هو افات وافات، دي معناها ان الجهاز شغال معايا بشكل كامل. طبعا الجهاز فيه عندي مشكله، ولكن انا الكود ده ظهر لي بسبب ان انا مسحت اللوج اصلا، او الايرور كود دي انا مسحتها بشكل كامل. تمام، عشان تظهر معايا الكود الخاص بالخطا هنبتدي ان احنا نشغل الجهاز بتاعنا. دلوقتي الجهاز بتاعنا اشتغل وفصل مره تانيه، نبتدي ان احنا ناخد القرايات بتاعتنا مره تانيه، وزي ما احنا شايفين كده ده الكود الخاص بالايرور. طبعا هي فكره عمل البرنامج ان هو اليو ارت بتاعتي بتتواصل مع الساوث بريدج، وبتبتدي ان هي تاخد اكواد الخطا دي منها وتعرضها لي على الشاشه. وطبعا مكتبه الاكواد دي بتتحدث معاك باستمرار، الناس اللي شغاله على البرنامج بتبتدي ان هي تحط الاكواد دي، وتبتدي ان هي تشوف المشاكل اللي قابلتهم من خلال الاكواد دي، ويبتدوا ان هم حتى ممكن يحط لك العطل بشكل صريح زي ما هو ظاهر قدامي هنا. يعني هنا بقول لي دلوقتي ان المشكله عندي في الرامات بتاعتي، وتحديدا في البانك رقم 8، ودي طبعا مظاهر العطل بتاعت الجهاز اللي هو بيدي معايا سنجل بيب 1 سكند بلو لايت اوف، يعني الجهاز بيبتدي الليد يشتغل معايا ثانيه واحده مع سنجل بيب، وبعد كده يبتدي ان هو يفصل معايا بشكل كامل، وهو ده فعليا العطل بتاع الجهاز. تمام، خلينا كده نضغط على الانفورميشن دي. لو نزلنا تحت شويه هو هنا حتى محدد لي الرامه بشكل مباشر وصريح، يعني عندي هنا الرامات بتبتدي العد 1 2 3 4 5 6 7 8، البنك رقم 8 او الرامه رقم 8 هي اللي فيها مشكله. والغريب بالنسبة لي في الموضوع ان الجهاز لما جالي الصيانة قبل كده كان فعلا فعلا المشكلة عندي اساسا في الرامة رقم 8، ولما غيرت الرامة وابتديت اعالج بقية مشاكل الجهاز اللي نتجت عن اخطاء فنيين سابقين، بدأ الجهاز بتاعي يستجيب ويشتغل بشكل كامل معايا باور وداتا، واشتغل مع العميل بتاعي لمدة اسبوعين وبعد كده فصل تاني، والايرور كود المره دي جاي لي برضو في نفس شريحه الرامات. وبالتالي هنبتدي ان احنا نفك دلوقتي الجهاز بتاعنا عشان نشوف ايه المشكله في المذر بورد دي. تمام، طيب زي ما احنا شفنا في البرنامج بتاعنا والسوفت وير بتاعنا، دي الرامه اللي فيها المشكله اللي هي البنك رقم 8. وبعيدا عن الكاميرا انا فحصت المنطقه دي بشكل كامل تحت الميكروسكوب، يعني مفيش اي حاجه تخليني اشك بالنسبه للمذر بورد نفسها، سواء في الجهه دي او الجهه المقابله للرامه نفسها الناحيه الثانيه من المذر بورد بتاعتي اللي هي الجهه دي. كل المكونات مفيش اي مشكله واضحه عليها او في اي مكون مثلا مفقود بالنسبه للمذر بورد بتاعتي. وزي ما قلت قبل كده ان دي هي الرامه اللي انا غيرتها قبل كده، لان كانت جات لي نفس المشكله دي قبل كده في نفس الجهاز، واضطريت ان انا اغير الرامه دي، وبعدها الجهاز اشتغل زي ما قلنا لمده اسبوعين، وبعد كده رجع فصل تاني. واحنا دلوقتي شايفين مع بعض ان رجع السوفت وير بتاعي او البرنامج بتاعي بيقول لي ان نفس الرامه دي هي اللي فيها مشكله. طبعا الموضوع محير وغريب، ولكن انا اعتقد ان الرامه برضو هي نفسها اللي فيها مشكله، لان انا كنت واخدها من ماذر بورد سكراب، رامه ما كانتش جديده، ولكن المفروض ان الماذر بورد السكراب دي كان فيها مشكله ثانيه، والرامات المفروض ان هي تكون سليمه، ولكن طبعا احنا مش متاكدين من الكلام ده بنسبه 100%. عشان كده هنبتدي ان احنا نحط الماذر بورد بتاعتنا على البري هيتر، ونبتدي ان احنا نغير شريحه الرامه دي مره ثانيه. تمام، we'll be right back.
طيب دلوقتي احنا ركبنا الرامه بتاعتنا اللي هي موجوده هنا، والجزء الخاص بتركيب الرامه، المشكله ان انا نسيت اضغط على بريس الريكورد في الاو بي اس، وصراحه التصوير مع استخدام البري هيتر والهوت اير بيكون صعب جدا بسبب درجات الحراره العاليه. عامه احنا دلوقتي ركبنا الرامه وقفلنا بس السنك حتى بدون مراوح وبدون اي شيء، مجرد بس ان احنا قفلنا تقفيل كده كروكي عشان نبتدي ان احنا نجرب. تمام، خلونا نركب الباور بتاعنا. طبعا معانا التستر عشان نعرف ان كان الجهاز اشتغل ولا لا، وهنعرف الكلام ده برضو من خلال الليد الخاص بالبلاي ستيشن بتاعنا. تمام، خلونا نقول بسم الله ونبتدي ان احنا نضغط على بريس الباور، و يعني في تحسن في الوضع، الجهاز ما فصلش معايا، والتستر دلوقتي بتاع اليو اس بي اشتغل كده، معناها ان الجهاز اشتغل الداتا معايا، والمفروض انه يظهر صوره على الشاشه، ولكن احنا هننتظر بس لحد ما الليد ده يتحول للون الابيض، ودلوقتي الليد اتحول للون الابيض، الكلام ده معناه ان الجهاز اشتغل بشكل كامل معايا. خلونا نقفل الجهاز تقفيل كامل ونشوف هل الصوره هتظهر معايا على الشاشه ولا لا. تمام، طيب دلوقتي احنا قفلنا الجهاز بتاعنا، خلونا كده نبتدي ان احنا نشغل الجهاز ونشوف هل في اي صوره تظهر معايا على الشاشه ولا لا. نبتدي ان انا اشغل الجهاز، وزي ما احنا شايفين الجهاز دلوقتي اشتغل باور، منتظرين بس وجود الصوره على الشاشه، والحمد لله زي ما احنا شايفين كده اللوجو الخاص بشركه سوني بالنسبه للبلاي ستيشن ظهر معايا، وكده معناها ان الجهاز اشتغل معايا بدون اي مشاكل. طبعا في نقطة مهمة جدا جدا بالنسبة للسيرمال ميتال، لأن كل أجهزة البلاي ستيشن 5 بتنزل بالسيرمال ميتال، حاول على قد ما تقدر إن أنت تتعامل بحرص شوية مع السيرمال ميتال، وكمان لازم لما تيجي تقفل الجهاز لازم يكون فيه سيرمال ميتال. طبعا هو ما بتغيرش غير لو هو جاي لك أصلا من غير ما يكون فيه السيرمال ميتال على المذر بورد، ولكن لو حضرتك جالك جهاز صيانة ولقيت إن السيرمال ميتال ده مش موجود، ما تستبدلش السيرمال ميتال بالسيرمال بيست، لان في اجهزه البلاي ستيشن 5 السيرمال بيست مش هيكون مجدي على الاطلاق، والجهاز هيفصل معاك حراره. اما بقى بالنسبه للعطل بتاع النهارده، طبعا انا بدات بعد ما قفلت الجهاز بعيدا عن الكاميرا، بدات ان انا احط السيرمال بيست اللي موجود معايا هنا، ودي الحاجه اللي انا ما عملتهاش المره اللي فاتت بعد تغيير الرامه، ولكن انا عملتها المره دي. وطبعا حابب اسمع راي حضراتكم في التعليقات، هل المشكله بتاعتنا تكون بالشكل ده اتحلت وانتهت، ولا ممكن تكون في مشكله في المذر بورد هي اللي بتسبب لي تلف الرامات؟ والكلام ده ان شاء الله باذن الله هنعرفه لما نختبر الجهاز، وكمان هنسلمه للعميل ونمدد فتره الضمان، لان طبعا بالنسبه لي التكلفه على العميل في الحاله دي هتكون صفر، لان الجهاز لسه في فتره الضمان. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، ويا ريت ما ننساش اهلنا في غزه من الدعاء.